الإمام مالك رحمه الله سئل عن وضع الماء في المساجد فقال لا بأس بذلك، فقيل أيشرب منها؟ فقال نعم، إنما وضعت لدفع العطش لا من أجل المساكين. ثم قال وعلى هذا أمر الناس، وضع المياه في المساجد، يقول على هذا أمر الناس. ومن ثم فإن وضع هذه المياه لا حرج فيها. بعض الناس قد يتورع من شرب الماء يقول إنما وضعه للمساكين، لا، الإمام مالك يقول إنما وضع لدفع العطش، وهذا هو المراد. يعني ما يوضع الآن من ثلاجات وتوضع بها علب الماء يقصدون بذلك دفع العطش، ما يقصدون فقط الذي يشرب منه هو الفقير، لا. وذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال لما سئل عن أفضل الصدقة قال سقي الماء، سواء في مسجد أو لم يكن.